نصر الله وحيدا. هل نفذت إسرائيل ما أرادت؟ سورة هي الأكثر جدلا بينما ينشره الإعلام الإسرائيلي. نصر الله وحيدا رفقة مقربيه المختالين. الجيش الإسرائيلي الذي نشر هذه السورة كان يريد أن يقول بأنه نفذ ما أراد، حيث عزل نصر الله وحيدا عن أهم قادة الحزب، وربما سيجبره هذا على اختيار مسار التهدئة وإعادة سكان الشمال في إسرائيل، حيث لم يبقى سوى القيادي علي كركي إلى جانب نصر الله، والذي أكدت المصادر بأنه لازال على قيد الحياة. ووفق تقرير CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن الضربات الأخيرة على الضاحية الجنوبية بلبنان أضعفت بشكل كبير الجماعة المسلحة، وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بعد اغتيال القيادي إبراهيم عقيل وتنفيذ أكثر من 1000 غارة على لبنان، حينما أكد أن إسرائيل دمرت 20 عاما من العمل لحزب الله في هذه الضربات، حيث أن عدد الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية وصل إلى حوالي 1600 هدف في جنوب لبنان وسهل البقاع وفق الجيش الإسرائيلي. ونقل التايمز أوف إسرائيل عن مكتب وزير الدفاع قوله بأن وحدات كاملة من قوة الرضوان لم تعد فاعلة بعد الآن، وبأن 10,000 من الصواريخ تم تدميرها في وقت تسعى إسرائيل لتحقيق هدفها بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم عبر تصعيد يجبر حزب الله على وقف القصف على الحدود.